150 مليمتر diameter shaft supported by a smooth journal bearing at E with a rust bearing at F. Determine the maximum shear developed in each segment. كلهم 150 مليمتر، كلهم عايزين الماكسيمم، يبقى اللي بيتغير بس التورك. فنقول كده ان التاو بتساوي تي في سي على جي، ونعوض بالثوابت اللي هي السي 150 مليمتر، يعني نص قطر 75، وهنا باي اوفر 2.75 تكعيب، فيطلع 2 على باي على 0.75 تكعيب، فهيطلع 15، لا 1.5، واحد في 10 أس 3 تي. طب احنا التي هنا عندنا بكام؟ ب15 كيلو نيوتن، وهنا 45، وهنا 45، شيل منها 75 بقى 30. فعندنا 3 قيم. اذا التاو اي بي نضرب الرقم ده في 15 أس 3، 22.64 ميجا باسكال. التاو بي سي قده 3 مرات، يعني اضرب في 3 يبقى 67.9 ميجا باسكال. التاو سي دي 30، يعني 2/3، 2 على 3، فيطلع 45.3 ميجا باسكال.